افترضنا في لبنان هلا كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الاسلام، منهم الحبشيين الموجودين الان في لبنان. خلال فتره في 3 اسابيع القادمه سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد، حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين الموجودين في الجامع غرض انه استيلاءهم على الجوانب في لبنان، ومن جملتهم الحبشي. وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما اجوا بيكفروا بالعالم هناك. اتباع جماعه من جماعه عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك، شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافد، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخره، مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك.